مساعد فترجي عثمان، اهلا بك. اهلا بك اسلام، بارك الله فيك على الاستضافه هذه. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ الحمد لله لاباس. كما تعرف معناتها بريود الواحد اللي ان بو ستريسي، ما يتبقى اول مره تقصدني في زياره كامله، ما نجمش نرجعك كما نقولوا. بارك الله فيك. على ستريسي ستريسي، الوقت زرب، والافير نتاع ليكيب الاماراتيه جا معناتها فيت في اوبليجي، كيف كيف في ظل الظروف الراهنه نتاع البلاد وتخاوف المخاوف نتاع ليكيب نتاع دبا الحسن، كونه الله لا قدر تنجم تصير مشاكل في الديبار نتاعي لهنا، دونك ايزون شوازي باش تكون الديبار نتاعي بكري شوي. لانه ماما مستانس معناتها بالتحديات الكبار، وما تكونش ستريسي ولا لا ستريسي على التحذيرات اخطى الكوره، خاطي الكوره معناتها تحذيرات عائليه، فما اوراق زي ما تقد كذا، كل وقت زرب. بالنسبه للستريس مستانسين به هذاك الخبز اليومي بتاعنا، وخاصه في الترجي بالطبيعه معناتها حاجه عاديه على الاخر، ما نجموش نعيشوا بلا ستريس، نقاوم فما ستريس ولا فما جونجو. نهار الجمعه باش تطلع ان شاء الله، قلت ان شاء الله. باهي، علاش اختيار المغادره اليوم؟ بهالي انت خدمت عثمان قبل في المنتخب، خدمت في الكلوب، خدمت في السعوديه في خطه مكلف بالتقييم ولا حتى مدرب مساعد، اليوم تشوف انه حان الوقت باش تكون انت ليدر نقولوا في الجروب؟ والله اسلام، بون بالنسبه لاي انترينور عنده ان بلان دو كارير، انا كي بديت صغير برشا، بديت في خطه مكلف بالتقييم، مدرب وطني مكلف بالتقييم مع الفريق الوطني مع سامي طرابلسي. لا، اول ما بديت مع سي فوزي بنزرتي في كوب دافريكا انغولا 2010، وكملت مع جي عمل باساج قصير مسيو برتران، ومن بعد كي ولا خذا سامي لي شوز ما كملت مع سامي لاشان، و باغ لا سويت بور بليزيو ريزون خرجت من ليكيب ناسيونال، ما قعدتش برشا، وعيط لي سي فوزي وقتها تعدى للكلوب افريكان، دونك مشيت معاه للكلوب افريكان، اي دوبي بدات من وقتها رحله مع الكلوب. عملت فيها يمكن 3 سنين في الكلوب افريكان، بعد طلعت عملت عام في السعوديه ورجعت. علاش الخروج من ليكيب ناسيونال؟ الخروج حاجات نقولوا كوزين انترن، ما حتى لتو بعد مده طويله ما نجمش نحكي عليها، معناتها صاروا حاجات في اخر نهار في الشان هذيك، دونك خلاتني باش نخرج مع سامي طرابلسي. لا لا لا، مع سامي علاقتي طيبه. وقت سامي طرابلسي هو؟ واي سامي. سامي طرابلسي المدرب. صاروا حاجات نهار الاخر في الشان، صاروا حاجات تخصني انا، دونك عارف روحي باش نروح باش نغادر الفريق الوطني، وهذاك اللي مع رئيس الجامعه حاجه هكا. لا لا لا، رئيس الجامعه وقتها على ما نتذكر سي علي الحفصي جو كرو. لا لا لا، ما عنديش مع حاجه تعديت، وكما قلت تقعد مع ملعبيه باهي. لا لا والله لا، جميع علاقتي مع الملعبيه الحمد لله ديما فما قيمه، فما معناتها ريسبي ميتويل والحمد لله. باهي، كما قلت تشوف اليوم حان الوقت باش تكون انت معناها مدرب اول؟ كما قلت لك معناتها في البلان كارير الواحد يلزم يعرف وقتاش يختار لو بون مومون. علاش الوقت هذا بالذات؟ الوقت هذا بالذات كان ينجم يكون الوقت هذا توا عامل تالي. وجاو لي زوبورتينيتي، وجاو دي زوبورتينيتي كبار. مثلا ميساج قول مثلا جات المنامه البحريني. المنامه البحريني كانت وقتها صارت ظروف سي محمد المكشر كان باش يرجع، مش كان باش يرجع ديجا في تونس وقتها، وكانت صعبه عودته البحرين. اتصلوا بيا وانا وقتها في هذا نحكي عرض رسمي كما نقولوا معناتها. اتصلوا بيا وانا في قطر في الدوحه في كاس عام الانديه سوبر كوب وقتها. سوبر كوب عندنا سوبر كوب، وطلبوا معناتها ريبونس في سوبر كوب سي ابي ولا جي؟ لا سوبر كوب الرجاء كوب دافري. دونك طلبوا ريبونس في دون 24 اور هكاك، وحبوا معناتها على اساس كوني من الدوحه نتوجه ديريكتومون للبحرين. بيان سور انا باحترافيتي وباخلاقي ما نجمش je peux pas accepter معناتها دي شوز باغي. حكيت في الموضوع مع الاداره والستاف ولا ميم با؟ لا، مع اصحابي في الستاف حكينا، ما نجمش ميم با جو نوس با نطلب حاجه كيما هكاك في وقت في ظرف كيما هكاك، معناتها في فريق عنده التزامات قاريه وعنده عندنا تشامبيونز ليغ، وفما وقت ديجا قلت لك 48 اور قبل سوبر كوب. طلبت من الفريق كونه يصبروا شويه، هما ديجا عندهم ظروف وما تخليهمش باش يزيدوا يستناو. انا كيف كيف معناتها عندي التزامات وعندي ارتباطات مهنيه واحترافيه ما نجمش نتخلى عليها،
كيف كيف دونك جي شوازي باش نقعد بيان سور والموضوع يتسكر من غادي لغادي كما يقولوا بلاتي. على الورق انت المدرب الاول في الراجل اليوم بون قبل ما ياخذ معين كاس الكاف بون ديما ديما يقعد هذا يتجبد ونيجي عثمان في حاجه دونك سوا في راديو ولا في تيلي دونك يتجبد الموضوع. بالنسبه لنا ديما نقعد نقول سي تان فو بروبليم الباباس معناتها صحيح تخولك باش تتحط اون طونك انترينور اون شيف في كسوا في لا تشامبيونز ليغ ولا في تونس فيو لي ريغلومون. تبقى الناس كل تعرف شكون لو بروميير انترينور وتعرف لو بوست دو شاكان في ستاف. دونك بالنسبه لي ديما نقعد نقول سي تان فو بروبليم. وحنا كنا اون فان كونت الاسامي ماهيش باش تفرق. تبقى سي معين هو المدرب الاول، سي مجدي المساعد مدرب الاول، وانا المساعد مدرب الثاني. معناتها مش مكلف بالتقييم انت في الترجي اليوم، مساعد مدرب ثاني. دخلت مع سي عمار اول ما بديت كانوا فما دوز اسيستون ودخلت انا في خطه مكلف بالتقييم. صحيح. لكن من بعد العام الاولاني في جلسة بين سي عمار سويح والإدارة متاع الترجي الرياضي التونسي وعلى رأسهم سي حمدي المدب تم اقتراحي باش نتعدى من الستاتيو متاع ان سامبل ايفاليواتور لونترينور اسيستون في سونس دو تيرم افيك بيان سور لونترينمون والبريزونس في لي زونترينمون كيف كيف زاد سور لو بون نفس الشيء. دونك بدات الرحله اون فيت انا رجعت خاطر كي كنت في السعوديه كنت مع نصيف البياوي نشكره بالمناسبه على في وقتها في وقت من الاوقات معناتها شاف كوني نجم نفيده ونجم نعاونه كنت في خطه مساعد مدرب معناتها ورجعت للاسبيرونس. بقى ديما قعدت لي كيف كلي حاجه انا في قلبي شويه خاطر الاسبيرونس كنت ممكن قبل كلوب افريكان كنت نمشي للاسبيرونس كان وقتها في وقت من الاوقات تسلبية سي نبيل معلول اترافيغ سي بو بكر الحناشي بيان سور نذكرو ربي يذكرو بالخير. علاش مشيتش؟ لاسباب يعرفها يمكن سي نبيل معلول. فما شكون ما حبش عليك في الترجي؟ لا هو اللي طلبني معناتها هو لو بروميي انترينور وهو لو ديسيدور وقتها. وانت ما تعرفهاش؟ ما نعرفش بيان سور خاطر وقت اللي اتصل بيا وعلى اساس انا فيكسي ان رونديفو جيت تسكر تليفونه اي دوبوي انا الحق جي با شيرشي باش نعاود نرجع نكلم. من وقتها ما حكيتوش؟ اي والله من نهارتها تقابلنا يمكن وقتها في بحذا عاد في التخيلي وقت اللي تضرب تقابلنا كوم باغازار اون سي كروزي في الكلينيك من نهارتها سينو خذا ديسيزيون وبطل ولا جا تليفون ولا كلموه ولا ما عندكش نجم كيتقابل سي نبي معلول باهي. عثمان كلمتك مسموعه في ستاف الحمد لله. كيفاش تم اتخاذ الديسيزيون نتاعكم؟ كيفاش تخدموا؟ بون بالنسبه للستاف فما بليزيوغ تاش صح كيما ديما نقعد نقولوا ديما فما لا بريباراسيون تاع لي زونترينمون اي سورتو لي ديبريفينغ و تو سكي فيزيوناج كو سوا دو لادفيرسير ولا دو تاعكم دو ليكيب. دونك الحق من وقت عمار ملي بديت عندي انا اكسي ديريكتومون او جوور معناتها في لي ريونيون جو مادريس ديريكتومون او جوور فماش ان انترميديير معناتها اللي هو لو بروميي انترينور. دونك كيما بديت في ليكيب ناسيونال ديجا سي فوزي زرعها فيا الحكايه هذيا الاج دو 25 في ليكيب ناسيونال جو مادريس او جوور ديريكتومون معناتها افيك لا بريزونس دو سي فوزي بنزرتي معناتها اون طونك انترينور اون شيف تواصلت الحكايه الحق تمشي للنائب معناها طول بيان سور جو ما في لي ريونيون معناتها كي تلقانا عندنا ريونيون دو فيزيوناج دونك جو مادريس ديريكتومون جوور معناتها لو ديسكور ايت ا موا بيان سور لي انترفونسيون دو لونترينور هذوكم يقعدوا كي الملح ما يغيب على طعام. مي الحمد لله عندي مارج دو مانوفر كبيره في ستاف تكنيك كيف كيف في لي زونترينمون نفس الشيء كو سوا في كو فما ان ترافاي سبيسيفيك بيان سور فما دي جروب وحنا اوني 3 زونترينور سي معين ومجدي والعبد لله. دونك عندي طول الوقت فما دي تاش ا رومبليغ و اكومبليغ. دونك فوالا البريزونس نتاعي موجوده كو سوا في الكوتي بريباراسيون والا في معناتها الاكسيون ديريكت في التيران. معناها تقعد تتشاور وبعد تقعد كما الاخر معين ولا كيفاش بالضبط؟ انت تحكي توا في لي شوا. في لي شوا مثلا؟ بيان سور الشوا الكلمه الاولى والاخرى كل واحد يعطي راي. سي معين الحق نتاع ربي معناتها مش رامي ورود انسان اللي حتى من معد بدني اللي هو سي صبري البوعزيزي اخو رايو بار مومون في دي شوا بيان ديتيرميني. هذه سنه حميده دولتها المدربين بصراحه انا
دوكو نحكي على اللي تعديت خدمت معاه معناتها حتى سي خالد بن يحيى سي فوزي بن زرتي سي عمار ناس كل معناتها فبصراحه ما ريتش جا اونترينور تفرد بالرايفل ترجل ريتو بنسبه قداش متفاهمون في العرب بس قداش متفاهمين تبداو اكيد يصيروا اختلافات حول لاعب حول اثنين لكن بالنسبه قداش ارائكم تشبه لبعضها معناتها بدون مبالغه بصراحه معناتها نسبه اقل شيء فما 85-90% خاطر عندنا برنسيب معين الكوره ما فيهاش عاطفه وباش نوصلوا ننجحوا ونوصلوا للاهداف نتاعنا ما فيهاش فلسفه معناتها اللي يستاهل باش يلعب يلعب هذاك هو معناتها البرنسيب اللي ماشيين به سي بور سلا نقاول وجهات نظر نتاعنا متقاربه خاطر عايشين مع الجروب لوجور وجور ناس كل كيف كيف دونك نفس البوان دو فيو نورمالمون 85-90% هي بيدها نتاع لي زونترينور الكل. باهي عثمان حبيت في الاول العباد تعرف شكون عثمان الجارب وشنو دورك بالضبط في ليكيب خلينا نحكي شويه على الترجي تو ماتش الاهلي ظهر لي نسميه نقطة تحول في الفريق من ماتش الاهلي برشا كلمات على الفريق شنو صار الساعة ماتش الاهلي؟ علاش ما شوف ما قلناش ترجي في الماتش تاع الاهلي؟ بون نحترم رايك سلام قلت ما قلناش ترجي يمكن انا ديما نقول انا وتعرفت بصراحتي بون خلينا نعمل تعديل شوية ماتش الذهاب ماتش الذهاب ماتش الذهاب والساعة والساعة الأخرى من ماتش الاي لا لا نص ساعة الأولى خاطر باهية كان خاطر بون ما عادش كل شيء هو توتا ماتش ما نجموش اون بو با بارتاجي ماتش معناتها ديما نحكيو احنا الماتش الأولاني سور تو لو لون دو ماتش معناتها اون با بيان نيغوسي الماتش نتاعنا دونك اون غاتي الماتش اللي نحبوا ولا نكرهوا مالوغوزمون بور نو اذا كان كنا معناتها كان لو روندمون خير صحيح ما كناش او توب لو جور جي في ماتش اللي لكن الحمد لله اون ريكيفي لو تير في ماتش الغوتور الناس كل شافت معناتها اون انتام دو ماتش معناتها اكسبسيونيل دوميناسيون بريسك توتال على الاهلي في لي 30 بروميير مينوت تصير هفوة من لاعب وهفوة تحكيمية كيف كيف تخليك ميم حتى كنا احنا موني او سكور اوني كابابل باش نرجعو دي اوني كابابل دي ريفينير بور لا سامبل ريزون احنا اوني تابلي ا ماركي دو بوت والبونتو اللي تماركا الاولاني ما عموش يبدل حتى شيء في الحكايه معناتها سي اون اغيف ا ماركي لي دو بوت اون سوغا كاليفي تبقى بون الورقة الحمراء سورتو مع الواحد ديما يقولوا مالغري الفار ديما كوم باغ هازار الكوانسيدونس تصير في مصر حتى بالفار ونظلم تظلمنا المرة دي كيف كيف بالفار في مصر مع قانون تبدل والناس كل تعرف تو عنده دو ولا تخوا سيزون تبدل معناتها لو ديرني جوور ما فماش دوبل سانكسيون دونك تعطي بينالتي ما عادش تعطي حمراء اوتوماتيكمون ولا صفر اذا كان فما فوت متاكد اللي تبدل بيان سور هذا عملوه لنا فورماسيون وقت اللي الحمد لله كوم باغ هازار ليسبيرونس كل عام تمشي كوب دي موند دي كلوب كانت لي تخوا ديرنيير سيزون دونك كي نمشيو يجيونا لي فورماتور وسورتو لي ريسبونسابل داربيتراج وقالوا لنا راهو القانون تبدل ديرني جوور ما فماش دوبل سانكسيون يعمل فوت قبل كانت يعمل فوت بينالتي وحمراء توا تعمل فوت لا دوزيام سانكسيون هي لا سانكسيون ادمينستراتيف تتنحى تتعوض بافيرتيسمون افيرتيسمون هذا قانون شنو صار في لي كوليس الى هناك ما عرفش توا هذا خطا من الحكم في القانون فوت تكنيكا كنت باش تعمل احتراز اذا كان هكا موجود معناها الحكايه والله شو نقول لك انا نجم نعمل احتراز اي مش نحكي على ستاف تكنيك بتبيع مش دور ستاف فوالا انا كوتي ادمنستراتيف ما نجمش انا اللي نعرفه معناتها كوتي تكنيك بور مو حق ما نعرفش المعلومه نعرف اخر مدافع ما عندي عنديش فكره على خوذها من عندي خوذها من عندي اللي كونه معناتها تبدلت الحكايه تبدلت وديجا فما برشا معناتها بلوزيور تكنيسيان حكاو في كسوا في اللي بلاتو راديو ولا في البلاتو تي في دونك حكاو على الظلم سورتو في البوان هذه بالذات معناتها بون امواندري مني اسكور حاولنا الحق في لي 15 ديرنيير مينوت نتاع البروميير ميتون وخلطنا باش اون كري دي زوكازيون اون فيت اوكازيون نت اون كري بعد في الدوزيام ميتون بصراحه معناتها الاهلي معناتها عملوا دوزيام ميتون ما خلوناش الكره معناتها ولينا بريسك نلعبوا بلاش كره طول لو لون دي 45 مينوت افيك معناتها لو جوور اون موان دونك لقينا مشاكل كبيره الحق افيك دو بوت اللي تماركاو بريسك في انترفال دو 5 مينوت دونك معناتها عرفنا وقتها اللي الماتش وفاه في الاخر حبيت تحافظوا على السكور خفتوا من نتيجه ثقيله كي دخلتوا خاصه تو جاي نحبوا ولا نكرهوا اذا كان تحس روحك 3 0 وما عادش باش نجم تخلط دونك اخف الاضرار دونك حق مشروع معناتها عندنا اسم ترجي في الميزان مش مسموح لنا باش جاي بالكم اللي صار للكلوب
مع مازيمبي. دخلنا في الكلوب علينا برواحنا احنا، دونك ديما نخمو في مصلحه الترجي الرياضي التونسي. وقت اللي نحسوا رواحنا اون بو با ياريفي، دونك يلفو ميو الواحد افيك لو مينيموم دو ديغا. صراحه عثمان تو بعد مده من المقابله ندمتوا على بعض الاختيارات في المقابله؟ والله لا، في الزوز مقابلات سانسيغمون معناتها كلنا ضميرنا مرتاح. اسلام نقول لك حاجه، راهو في الدنيا ذي ما فماش حتى اونترينور عنده ان جوور اللي نجم يربحوا ما يلعبوش. هذه اي اونترينور نقولها لك. وانا نستغرب باغ مومون كي يتعداو دي تكنيسيان في بو امبورت البلاصه اللي يتعداو فيها، يتعداو يبدا يحكي وينظر على جروب هو مش عايش فيه. انا كيفاش جو بوز لا كيستيون، هذوما دي تكنيسيان معناتها والله كان جاي انسان عادي الواحد يقبلها. اما دي تكنيسيان تعرف اللي انت وقت اللي ماكش عايش في الجروب فما دي ديتاي ما تنجمش تعرفها. يا سيدي مش تنجم تكون عايش في الجروب وتنجم نهار الماتش انت قاعد في الغردان فما حاجه صارت بين لو جوور وبين لونترينور، فما ديسكور، فما تعب، فما بو امبورت، ما ينجمش اللي في الغردان يفيق بها. فما بالك انسان بعيد ياسر على الجروب. سو كي في عاش قلت لك، قلت لك ضميرنا مرتاح. اللي يستاهل باش يلعب معناتها حاولنا لو ماكسيموم باش نعدلو اكيد، خاطر واحد باش ربي يوفقك يلزمك تعطي كل واحد حقه. نجمش تعطيش اللعبات حقها ومن بعد كي تطلب باش ربي يوفقك. احنا ذا البرنسيب اللي ماشيين به. فما ناس ربي يهديهم معناتها اللي لبرا يحاولوا ديما باش يبثوا البلبله واختيارات وما اختيارات اللي عايشين في الجروب. باش نجيك باش نسالك على الاختيارات انا بعد شوي. تفضل. انا عثمان من اكثر العباد اللي كنت ندافع على ستاف على معين وستاف نتاعو خاطر بالنتائج وهذا يدافعوا عليه، لكن نحب نوصل بعض الانتقادات من الاحباء. من اهم النقاط هذم تراجع المردود لبرشا من العباد. مثلا لياس شتي كان في نيفو ولا في نيفو اخر، حمد النقاس، حمد الهوني، بلغيث. يقولوا كي ملاعبي بركا يتراجع، الملاعب يتحمس مسؤوليته، كي برشا ملاعبيه مع بعضهم نورمالمون ستاف يتحمس مسؤوليه ولا؟ اذا كان فما تراجع في المردود ديما نقولوا احنا نقولوا احنا نو سوم لي ريسبونسابل وسورتو معناتها سي معين سايتي توجور لو ديسكور نتاعو هكاك. تبقى لا ريغريسيون نتاع لي جوار كل واحد وكيفاش يشوف. سانسيغمون معناتها كي نشوفوا بوتيتر ما كنتش ما نحبش ناخذ انا جوار باغ جوار خاطر معناتها سي با بروفيسيونيل معناتها سو ني با لو كادر باش سورتو انا جو نو سوي با لو ميو بلاسي تو باش نحكي حاجه من هذيا ايتيكمون خاطرني انا خرجت. تبقى ديما اون ايساي دو معناتها دو دوني او جوار لي زوتي نيسيسير باللي كوريكسيون وكذا. تبقى ديما نقولوا احنا شنو نقولوا خاطر المشكله وين سلام؟ والله العظيم سي اون اونشيني لي موفيز بريستاسيون معاك. اما احنا تو لي ميم جوار اللي تو معناتها تلقاهم كيش نقولها تحت القصف وفيزي وكل صحيح فما المشكله في البيرفورمانس تلقاها اون دون دو سي اللي يمكن نقول ناكدوا لك سنا يمكن ليسبيرونس ما فماش اون ستابيليتي في الروندمون سنا. لكن ما كانوش ما فماش دي جوار كاتاستروفيك خاطر بور لا سامبل ريزون تو تحكي جبت باغ اكزومبل ناكاز باغ اكزومبل الا في دو تري بون ماتش دو تري بيل بريستاسيون كونتر الزمالك اون الي اون روتور. حمد الهوني كيف كيف، انيس البدري كيف كيف. فما المشكله وين ما كانتش فما ستابيليتي. حمد الهوني وانيس البدري مانيش موافق. حمد الهوني بعد البليسيور راهو فما بوتيتر حاجه يمكن في حمد الهوني ديما احنا نعرفوها راهو بعد ان بليسيور حمد الهوني لازم برشا وقت باش يرجع. مع كل جوغ ولي كاركتيرستيك نتاعو دونك يعني علاش يلعب تو تعرفوا علاش يلعب انت اول ماتش من رجع البليسيور في الجزائر لعبته كان نجم يدخل بشوي سهله برشا. عندك ان جوور كرياتيف اللي نجم يعمل لك لا ديفيرونس اتو مومون. دونك احنا قعدنا كاستاف ونشوفوا معناتها في سبحان الله انت تشوف لونترينمون كان جاي حمدو بعيد عن النيفو نتاعو وما ينجمش يعطي لو بلوس ليكيب راهو كان على جنب. صارت مع غيلان وغيلان كي معناتها الناس الكل تعرف معناتها كان اون بيس ميتريس في ليكيب وقت اللي ماهوش ما ينجمش يعطي غيلان كان هو على البنك. معناتها حاجه عاديه على الاخر ما نحب ولا نكره غيلان باغمي لي ستار نتاع ليكيب. حمد الهوني ديما في لي زونترينمون تحسوا تقول لا الماتش هذا سوغا لو ديكليك الماتش. وحمد الهوني ولا انيس البدري لي دو جوغ هذوما سبيسيالمون خاطر جبتهم بالاسم هذوما اتو مومون ينجموا يعملوا ديفيرونس. انيس البدري لا ديرنيغ سيزون قبل ما يرجع لنا معناتها قبل الباساج نتاعو مع اتحاد جده لي بريستاسيون ماهمش باهيين برشا. لكن اون تيرم دو بيرفورمانس دي بوت ماركي انيس البدري خرج افيكاس
خرج ورجع واللي تي لو ميور بيتور دو ليكيب في السيزون هذيك عمل فاز روتور في سعودي ورجع هو قاعد هو لو ميور بيتور سو كي في نعرفوا لا فالور انترانسيك الصحيحه نتاع كل جوور بار مومون يلزمك فما دي جوور يلزمك تصبع عليهم حتى الفورما تغيب تفضل من اللاعبين الاخرين عثمان هكاك تو انت ملاعب مش حاضر تقعد سنه فيه حتى هو يتصنى في الديكليك عندك ملاعبين اخرين نجم يكونوا حاضرين خير وقتاش نقولوا نظلموا الملاعبين الاخرين وقت الملاعبين الاخرين ما ياخذوش فرصتهم اما ذا ما صارش وجا ماتش شويه في ليسبيرونس في الشامبيونات سورتو وقت اونجير ليكيب ونعملوا في التورنوفير خذاو لي زوبورتونيتي نتاعهم و اي نون با بيان نيغوسي لي زوبورتونيتي اللي جاو دونك نحب ولا نكره باش تولي الكفه تميح لي جوور اللي انت تعرفهم والناس كل تعرفهم ما تختلفوش اثنين في القيمه نتاعهم دونك اش تمشي للشوا هذاك على كونه جوور اعطيته معناتها فرصه خاطر كيما نعرفوا احنا في الكوره راهم لي بوست او الفرص هذوما ما يتعطاوش يتفكوا فكان دونك اذا كان انا نعطيك ماتش واثنين في الشامبيونات وشفنا في الاخر معناتها بدلنا كومبلي شومبارمون توتال في الايفيكتيف ولكن معناتها ما قيناش هكايا ان جوور كي سور دو لو معناتها يقول لك براني بسي خاطر فما ملاعبيه وراو كي هبطوا نجم يقدموا الاضافه باش نجيك ليهم ملاعبيه هذو مسميهم بالاسم بعد شويه بعد الاخبار وبعد راجعين في حوارنا مع عثمان نجار المدرب المساعد السابق في ترجي مدرب دبل حسن حاليا في الامارات.